يعني هذا سؤال مهم للغاية، لأن الرئيس دونالد ترامب خلال تجمعاته الانتخابية حذر أو قال وأكد أنه سيكون الفائز في هذه الانتخابات ما لم يقم الديمقراطيون بتزوير هذه الانتخابات مرة أخرى، بمعنى أنه ما زال متمسكا بأنه حدث سرقة لانتخابات عام 2020 وحدث فيها تزوير، رغم أن كل الدعاوى القضائية التي رفعها في ذلك الوقت لم تؤكد هذه المزاعم، لكنه ما زال متمسكا بها، وما زال حلفاء ومؤيدي الرئيس ترامب مقتنعون بأنه تم تزوير انتخابات 2020. في هذه الانتخابات يعني يقول الرئيس ترامب أنه وفق كل المعايير هو الفائز في هذه الانتخابات، وهي خطوة استباقية يحذر بها المؤيدين والناخبين الذين يصوتون له من احتمالات فوز كاميلا هاريس، وبالتالي هناك مخاوف جدية من أن يكون هناك أعمال عنف واستياء وتدمير للممتلكات العامة من أنصار الرئيس ترامب إذا ما أعلنت النتيجة أن كاميلا هاريس هي الفائزة بهذه الانتخابات الأمريكية. وهناك استعدادات كبيرة يعني من قبل السلطات الأمريكية ألا يتكرر ما حدث في 6 يناير عام 2021 حينما اقتحم أنصار ترامب مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن. المسألة ليست قاصرة أيضاً على التجهيزات الأمنية ورفع حالة التأهب في العاصمة واشنطن فقط، وإنما هناك تكثيف أمني وشرطي وأجهزة كثيرة لحماية المصالح وحماية الممتلكات العامة في أكثر من 19 ولاية أمريكية تتحذر أو تتأهب السلطات لأي أعمال عنف قد تطرأ خلال اليوم وخلال الأيام القادمة إذا ما تأخر إعلان النتائج.